تستضيف دولة الكويت على مدار 3 أيام عمل ورشة عمل إقليمية حول الممارسات الأفضل في التحقيقات السبرانية. نعم، الورشة تأتي في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول جرائم تقنية المعلومات، وتجمع خبراء ومختصين في مجال الأمن السبراني. تأتي ورشة عمل وزارة العدل الأمريكية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في وقت بات فيه الفضاء الإلكتروني وتقنياته ووسائله المتعددة مسيطرا، حيث تواجه معه المؤسسات الكثير من التحديات في طليعتها اختراق أنظمة المعلومات، ما يخلق حتمية إيجاد أفضل الممارسات خلال التحقيقات السبرانية للمؤسسات والدول. ولا زلنا في خطة متكاملة نأمل يعني أن ننجزها خلال السنة أو السنة ونص القادمة، بحيث احنا نؤمن جميع منشآت البلد الحيوية والحساسة ونسبق عليها الحماية الكاملة من الاختراقات الإلكترونية والهجمات الإلكترونية اللي قاعد تعرض لها. هذه الورشة الإقليمية تهدف إلى تبادل المعلومات لإيجاد نظام دقيق وفق الأطر السليمة للتصدي لأي تهديدات أمنية إلكترونية، وإيجاد الأدلة في وسائل التواصل الاجتماعي. العالم السيبراني يخلق الكثير من التحديات التحقيقية، لأنه مجال أو ميدان معركة متبدل بشكل سريع. أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي ثورة كبيرة جدا في عملية تمويل وتجنيد الإرهابيين. استخدمت داعش وسائل التواصل الاجتماعي لتحصل على التبرعات من الأشخاص الكثيرين الذين يتجاوزون نظم التحويلات المهمة. في هذه الأيام المقبلة نحن نجمع المهارات التقنية وفهم العالم السيبراني الذي يتغير بسرعة كبيرة، ولابد من أن نتكيف مع هذا التطور والتغير، ولكن ينبغي أن نفهم العملية، فنفهم عملية التعاون أيضا والتنسيق. ورشة العمل هذه تندرج في إطار الاتفاقيات الموقعة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن السيبراني، وهي اليوم تفتح الباب أمام أوجه أخرى من التعاون في هذا المجال. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.